تنسبيوه المعاملات رقم المعاملات قبل الخصم اللي هو البرود كان هو 6 مليار ديال الدرهم اللي تيخلي المغرب في المرتبة الثانية إفريقية على مستوى سوق الإشهار. هاد 6 مليون ديال الدرهم بعد الخصم تترجع 2.5 مليار درهم، وهذا تيعني أنه كاين واحد الغلاء كبير بالنسبة للإشهار في المغرب، وخصوم اللي هي خصوم كبيرة اللي تتفوت 50-55%. دوبل في بي أفريكا هي مجموعة شركات جديدة اللي اليوم عندها واحد الوجود في 10 دول في أفريقيا، اللي هي أفريقيا الشمالية وأفريقيا الغربية في الدول المتكلمة باللغة الفرنسية، واللي عندها أيضا وجود في 25 دولة بطريقة غير مباشرة عن طريق شريك اللي هو مؤسسة توتم. هذه الشراكة هي شراكة اللي خلات دوبل في بي أفريقا وتوتم يكون عندهم واحد الشراكة اللي تتخلينا نكون واجدين في هاد 25 دولة. ورقم المعاملات ديالنا اليوم في هاد الدول هي اليوم 47 مليون دولار اللي تتخلينا أول مجموعة للتسويق ولشراء الإشهار في المغرب وفي أفريقيا على الخصوص. اللي يمكن لي نقول لكم أيضا هو أنه الهدف ديالنا هو أنه كاين عدد كبير من المؤسسات المغربية اللي هي موجودة بمدينة الدار البيضاء واللي مشات تطور الأعمال ديالها بإفريقيا، وهذه المؤسسات خصها شركات بحال دوبل في بي أفريقا اللي هي مؤسسة ديال التسويق وديال الإشهار وديال شراء الإشهار اللي يمكن لها تعمل هذا العمل هذا بطريقة اللي هي نفس الطريقة في جميع الدول وذلك من مدينة الدار البيضاء. واليوم عندنا 65 ديال المستخدمين في هذه الشركة ورقم المعاملات 47 مليون دولار، والهدف ديالنا هو أنه في 2018-2019 نوصلوا ل 100 مليون دولار ديال المعاملات اللي غادي يخلينا نكونوا أول مؤسسة أفريقية في الإشهار، حيث أن المنافس ديالنا اليوم هو الشركة الفرنسية هافاس واللي تتخلي دوبل في بي أفريقا من الدار البيضاء تكون المنافس المباشر لشركة هافاس العملاقة الفرنسية.